الحاجه اللي نحب نخدم عليها برشا خاطر حاجه اللي الناس يمكن ما يحكيوش عليها هي انه 35% من سكان بنزرت يعانيوا من مشاكل تنفسيه ومن عندهم امراض لطف ربي عافينا نتاع سرطان. هذه حاجات اللي الناس ما تحكيوش عليها دونك انا ماذا بيا نخدم على التلوث خاطر البيئه محكي عليها حد لا في الرئاسيه لا في التشريعيه، لكن البيئه حاجه مهمه ياسر خاطر باش نخليو لاولادنا نهار اخر شنو هما البحورات اللي باش نخليوهم، شنو هو الارض اللي باش نخليوها، خاطر هذيك الارض وقت اللي تولي كونتاميني وفاسده نوليو ما عادش نجمو ناكلو. ومشكله الماء هذوما الكل مشاكل اللي راهو فما شكون يقول لك الحرب العالميه الثالثه باش تكون حرب الماء مش حرب البترول. دونك هذه حاجه اللي انا نحب فريمون نخدم عليها. حاجه ثانيه هي السياحه، بنزرت ما خذتش حظها بالكل فيما يخص السياحه، بالرغم اللي هي من اجمل عندها من اجمل السواحل في تونس، 200 كيلومتر سواحل في تونس، واش عندنا وتل؟ ما عندنا شيء. وهذه مشكله زاده نتاع برامج الحكومه غدوه وقت اللي باش تخمم في البرنامج نتاع السياحه في تونس يلزمها تعطي البنزرت حظها، وهذه باش نضرب عليه انا في البرلمان. مش معقول ان وكي نحكي راه على السياحه مش كان سياحه مش كان بحورات، بنزرت الولايه مزيانه ياسر، معناتها تمشي راس الجبل، تمشي الجومين، تمشي الماطر، تمشي السجنان، فما زاد السياحه الداخليه، هذيك حاجه نحب نخدم عليها. والحاجه الثالثه هي بورت بنزرت. بورت بنزرت اللي هو الحقيقه نتاع ربي حشم. وقت اللي تشوف طنجه، وقت اللي تشوف برشلونة، راهو المواقع الجغرافيه نتاعهم ماهمش احسن من بنزرت. بنزرت البورت نتاعها سامحني اما يسخف فيه 500 سفينه تدخل في العام، حتى ما نحكيو على حكايه فارغه. دونك بنزرت لازمها تكون زون دو لوجيستيك تاع البورت نتاع بنزرت تولي عندها زون دو لوجيستيك كبير ياسر وتولي ان دي بور لو بلوز امبورطون في البحر الابيض المتوسط. وكل الفلاحة اللي صايرة الكل في المناطق الداخلية ومش كان في ولاية بنزرت، خاطر ولاية بنزرت لصقتها بيجة، فما بيجة، فما جندوبة، فما سليانة مش بعيدة علينا برشا، هذوما الكل فلاح. علاش هذوما الكل من بعد يمشي والرادس؟ علاش ما نقصوش على رادس وما نخليوش بنزرت تولي معناتها بول نتاع اغرو اليمونتير كبير ياسر؟ هذوما ثلاثه محاور اللي نحب نخدم عليهم. على خاطر فما حاجه اخرى نحب نقولها، فما مترشحين البرلمان اليوم كي نسمعهم يحكيوا يظهرلي ماهمش فاهمين اللي فما حاجه اسمها بلديات وعندها الخصوصيات نتاعها والخدمه نتاعها. وقت يجيك انت واحد مترشح للبرلمان ويقول لك باش نحط لك الضوء في الشارع نتاعك وباش نريقل لك الكياس، سامحني ماهوش فاهم دوره، خاطر هذيك البلديه ماهوش النائب. دونك ما نجيش انا نحكي على حاجات اللي هما ماهمش في يعني ماهوش دوري حتى لو كان نضرب عليهم، لكن اذا كان تجي توعد الناس بالضوء وبالكياسات وبالسبيطارات ماكش فاهم معناتها دورك كنائب شنو. نقول للناس وبالاخص الشباب على خاطر نعرفوا لي الشباب ما يمشيش ينتخب، نقول لهم امشيوا انتخبوا، راهو مستقبلكم هذايا اللي بين يديكم، راهو نهار اللي تمشي تنتخب هو النهار يمكن الوحيد فيك الخمس سنين هذوكم اللي لا فما لا غني لا فقير لا طويل لا قصير لا قاري لا بطال، لا كلنا كيف كيف. هذيك قوه كبيره ياسر بين يديكم، مشيو انتخبوا وانتخبوا الناس اللي تحبوهم يمثلوكم غدوه في البرلمان، اللي تعرفوهم صادقين، اللي تعرفوهم باش يخدموا البلاد، ناس جدد. اليوم عندنا فرصه اللي ما كانتش عندنا قبل باش نقلبوا الطاوله على هالسيستم الرديء اللي وصلنا للي احنا فيه اليوم. بالله خلينا نكونوا غدوه عندنا في البرلمان ناس نظاف، ناس كفاءات، بالاخص ناس عندهم الشجاعه باش يضربوا على الطاوله، مش باش يعملوا اعلانات كبار ومن بعديك ما عادش نراوهم، ناس باش يتبعوها الحكايه حتى الاخر، عندهم نفس. حشنا بناس عندهم نفس. دونك امشيو انتخبوا، انتخبوا شباب، انتخبوا ناس جدد، انتخبوا ناس اللي عندكم فيهم ثقه، وانتخبوا ناس اللي غدوه باش يمثلوكم وغدوه باش يخدموكم مش باش يخدموا رواحهم.